السلام عليكم ورحمة الله. لم يكن للمرأة بعد وفاة زوجها في الجاهلية أي حقوق، ولم تكن ترث بل تورث كالمتاع. ثم جاء الإسلام بأعظم الأحكام ورفع الجور والظلم عنها، ولكنه كان بالتدريج لأنه أمر غريب بالنسبة للعرب، وأنزل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم فعليهم وصية لهن، أي يمتعن بعد وفاة أزواجهن سنة هجرية تامة وكاملة، بالسكن في منزل الزوج وبالنفقة من مال الزوج المتوفى جبرا لخاطر الزوجة وبرا بالمتوفى. فلا يصح لورثة الميت وأولياء الميت أن يخرجوهن بغير رضاهن. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم أيها الورثة، ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة، فلهن بعد انتهاء عدتهن التزين والطيب والتعرض للخطاب والزواج ونحوه من المعروف. والمعروف دائما لا يخالف الشرع ولا ينكره العرف. والله عزيز حكيم. والله عزيز في ملكه، حكيم في أمره ونهيه. رأى جمهور الصحابة والتابعين أن تلك الآية منسوخة، ورأى آخرون أنها غير منسوخة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: نسخت بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سأله الزبير بن عوام: لما تكتب هذه الآية وقد نسخت؟ فقال عثمان بن عفان: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ويرى الفريق الآخر أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، فدلت الآية الأولى على أن العدة الواجبة لغير الحوامل 4 أشهر و10، وما زاد عن ذلك فهي عدة مستحبة مراعاة للزوجة ووفاء للزوج. وللزوجة الحق أن تبقى في بيت زوجها بعد انتهاء فترة عدتها أو تتركه إن شاءت. قال بذلك الرأي من العلماء ابن تيمية والرازي. وقد يستغرب البعض ويسأل: كيف للآية المنسوخة في سورة البقرة أن تأتي بعد الآية الناسخة؟ والإجابة بسيطة: ترتيب الآيات في سورة البقرة وفي كل المصحف ترتيب وقفي من عند الله، وإلا لكان أول آية في المصحف الشريف اقرأ باسم ربك الذي خلق. جزاكم الله خيرا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم.